مساءات الأنوار لك الزميلة المها، وأهلا وسهلا بكم مشاهدين الأعزاء ولكل من يتابعنا اليوم على عبر برنامج من عمان. نرحب فيكم ونحييكم من هنا من ولاية صحار للحديث عن حفل تكريم الشركات الرائدة في قطاع العمل لعام 2023 والذي أقامته المديرية العامة للعمل بمحافظة شمال الباطنة. طبعا يأتي هذا الاحتفال في بالتزامن مع يوم العمال الذي يصادف الأول من شهر مايو. وللحديث أكثر عن تفاصيل هذا الحفل الذي أقيم صباح اليوم، نستضيف معنا الأستاذ أحمد بن سالم الحجري، المدير العام للمديرية العامة للعمل بمحافظة شمال الباطنة. أهلا وسهلا فيك وتشرفنا بحضورك معنا اليوم. أهلا وسهلا بقيس، وشكرا لكم على هذه الاستضافة للحديث عن هذا اللقاء الذي تم صباح اليوم. في البداية حدثنا عن أهمية التكريم هذا والأهم الهدف منه. يعني مثل ما ذكرت أختي بلقيس، هذا اللقاء هو لقاء سنوي تعقده الوزارة، ويأتي بالتزامن مع اليوم الأول الواحد مايو من كل عام، اليوم العالمي للعمال. وحقيقة يعني هذه أيضا فرصة للقاء الشركات الرائدة في هذه المحافظة والرؤساء التنفيذيين، وأيضا من خلال هذا اللقاء يتم حلحلة بعض الإشكاليات التي ربما قد تطرأ بالفريق التنفيذي في المديرية، لقاءهم مع هؤلاء الرؤساء التنفيذيين، وأيضا يعني عرض أو استعراض دور الوزارة خلال العام 2023 والإنجازات التي تحققت على في هذه المديرية وفي هذه المحافظة. حدثنا طيب عن دور وزارة العمل في دعم هذه المشاريع وهذه الشركات. حقيقة يعني تم اختيار هذه الشركات وفق معايير محددة من قبل المديرية، ويأتي في أهمها يعني تحقيق نسبة عالية من التعمين، وأيضا الالتزامات بقانون العمل واللوائح المنفذة لهذا القانون، وأيضا من خلال الزيارات التفتيشية الشاملة يتضح لدينا التزام هذه الشركات بالسلامة والصحة المهنية، الالتزام مثلا في المادة 24 على سبيل المثال، التزام هذه الشركات بتعيين ذوي الاحتياجات الخاصة، وأيضا التزام بسجلات العمال العمانيين والعاملات العمانيات أيضا من خلال هذه المعايير، وأيضا التزام هذه الشركات التدريب سواء كان التدريب مقرون بالتوظيف أيضا أو مخرجات الجامعات، أيضا تتعاون هذه الشركات. يعني الآن أصبحت الجامعات والكليات المهنية في هذه المحافظة لديها متطلبات جامعية للطلاب أيضا، ونحن في وزارة العمل همزة الوصل أيضا لتشجيع هذه الشركات أيضا استقطاب هؤلاء الطلاب للتدريب لتهيئتهم على سوق العمل لاحقا. طيب حدثنا عن موضوع الباحثين عن عمل، هل سيتم استقطابهم للعمل وهل في فرص وظيفية تتوفر من خلال هذه الشركات؟ حقيقة يعني الموضوع الباحثين عن عمل أيضا هذه من المشكلات التي تتشارك وتتقاطع معنا أكثر من جهة. لابد الآن مثل ما الكل يعلم أن هناك بتكون في قطاعات، إحنا كنا نتحدث عن 5 قطاعات لتنويع مصادر الدخل في البرنامج الوطني لتنويع مصادر الدخل، الآن نتحدث عن قطاعات يمكن نصل إلى 18 قطاع. خلال هذه القطاعات لابد بتكون بتسبقها بعض الدراسات المرتبطة بهذه القطاعات، سواء كان ما تحققه في القيمة المضافة أو سلاسل التوريد المرتبطة بهذه القطاعات. نأمل من خلال هذه الدراسات التي سوف إن شاء الله يعني لاحقا تأتي توفر كثير من الفرص الوظيفية. ما ذكرتي أنت أيضا شمال الباطنة، يعني الآن المؤشرات والإحصائيات معنا نحن أيضا جيدة نوعا ما في ظل المتوفر في هذه الشركات، يعني لها علاقة يعني متكاملة سواء كان بالنمو الاقتصادي في البلد كان أو خلافه. طيب حدثنا عن الأساس الذي تم من خلاله اختيار هذه الشركات لتكريمهم. مثل ما ذكرت لك يعني الأساس أن التزام هذه الشركات بقانون العمل بمواده وبلوائح التنفيذية، أيضا مدى التزامها بالصحة والسلامة المهنية، أيضا المسؤولية المجتمعية التي تشارك في هذه الشركات، تعاونها مع المديرية، تعاونها مع الجامعات والكليات أيضا في التدريب كمتطلبات جامعية. كل الشكر لك الأستاذ أحمد بن سالم الحجري، المدير العام للمديرية العامة للعمل بمحافظة شمال الباطنة. ونعود الآن بالصوت والصورة للزملاء الزميلة مها في استوديو من عمان لاستكمال ما تبقى من البرنامج. شكرا لك بلقيس، وأيضا شكرا لضيفك الكريم على هذه التفاصيل. إذن مشاهدينا، تأتي هذه المبادرات الوطنية ما هي إلا تكريم وتقدير لمختلف الجهود الوطنية المقدمة في شتى المجالات والأصعدة. لازلنا متواصلين معكم ولكن بعد هذا الفاصل كونوا معنا.